أقامت وزارة العدل بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤتمرا حول مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية. يأتي المؤتمر بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والجامعة البريطانية بالقاهرة. على مدار يومين تشهد وزارة العدل بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو والجامعة البريطانية بالقاهرة بمقرها الجديد بهدف تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التي تحكم استخدامات الذكاء الاصطناعي. وزارة قادرة على استيعاب مثل هذا العدد من الحضور بالغ الأهمية، وأيضا عندنا من الوسائل التقنية داخل هنا الوزارة اللي تسمح بعقد مثل هذا المؤتمر. التطور العلمي تطور مستمر، سواء وضعنا له تنظيم أو وضعنا له حدود أو ما وضعنا لهوش حدود، وجزء أساسي من أو سمة أساسية بتميز التكنولوجيا إن التكنولوجيا في الوقت الحالي غير محايدة، يعني التكنولوجيا لها فلسفة. الشركات والدول اللي انشات التكنولوجيا ليها اغراض موجوده واغراض قد لا تتفق مع اغراض او احتياجات الدول الناميه. المؤتمر تناول عده موضوعات اهمها الجهود الدوليه لتنظيم اطر قانونيه للذكاء الاصطناعي والوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر، وشهد مشاركه خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي والمهتمين بتطبيقاته الحديثه. اليوم منشغلون مع وزاره العدل بوضع قانون لتبادل البيانات، لان اتاحه البيانات امر حيوي في ظل انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ياتي المؤتمر في الوقت الذي تشهد في مصر طفره غير مسبوقه في اطار التوجه بقوه نحو استخدام التكنولوجيات الحديثه وعلى راسها الذكاء الاصطناعي، حيث تحتل مصر مراكز متقدمه في المؤشرات العالميه للذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بات حديث المجتمعات والعالم اجمع، ومن هنا باتت أهمية التعريف بماهية الذكاء الاصطناعي باعتباره تقنية حديثة لها استخداماتها المشروعة ولها مخاطرها إذا استخدمت بشكل غير قانوني وغير مشروع، حتى تكون هناك بيئة صالحة قانونيا لاستخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي بما يخدم توجهات الجمهورية الجديدة. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.